الدكتور كريم مدحت، استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. انتوا عارفين اكتر حاجة صعبة جدا في عالم الاعلام الطبي الخاص بعالم الاسنان هي ان انا اطلع من دماغ الناس الفكرة الاساسية القديمة عن ان انا لما هروح مركز في علاج الاسنان او تجميل الاسنان او التعامل مع الاسنان، مركز اسنان يعني، اكيد هتعب، هاعاني، هتألم، هاخد وقت طويل، هقعد يعني اكلم صحابي يا جماعة انا رايح لي مركز أسنانة ودكتور السنان بتاعي، فما تستنونيش لا النهاردة ولا بكرة ولا الأسبوع ده، أنا قاعد شوي. الوضع غير كده دلوقتي خالص، الطب الأسنان قفز قفز جبار، حديثة متقدمة جدا في التكنولوجيا، المعاناة بقت قليلة جدا أو مش موجودة، الألم بقى زيرو ألم، الوقت ده أكتر عامل مهم دلوقتي في طب الأسنان في التقدم. بقى الوقت اللي كانت حاجة اللي بتتعمل في شهور طويلة بقت بتتعمل في 10 دقايق في الشهور. شوفوا طب الأسنان أكتر فرع في الطب الوقت حربه جدا، الزراعة اللي كانت بتقعد تتعمل مش عارف في قد إيه دلوقتي في تلت ساعة أنت بتقوم، تلت ساعة بالظبط فعلا. فالقصة مهمة جدا. النهاردة ضيفي يعني اسمه متميز في هذا المجال، وطبعا اسم في مكان متميز. معي النهاردة ضيف عزيز علي، هو طبعا دكتور كريم مدحت الاسم المتميز في مركز مكادي المكان المتميز. أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة حوار مثير، لكن قبل ما أدخل في الحوار، صعب عليكم ان انتوا تطلعوا الناس من احساس اللي كان عندهم بتاع زمان ان انا طالما جاي لك هتألم وهقعد فتره طويله وهنزف وهتبهدل، يعني بتاع الفيلم بتاع، لو فاكر زمان في فيلم حلو قوي قوي بتاع اسماعيل ياسين، وفي فيلم تاني لعلي الكسار كان بيشتغل فيهم على الاسنان، وتبص تلاقي يتكتف يتكتف وبتاع والكلام ده، سهل عليكم؟ والله لا، الموضوع ما بقاش بالصعوبة بتاعت زمان، لان في دلوقتي عوامل مساعدة كتير ساعدتنا في ان احنا نطلع المريض من حالة الخوف او الهلع اللي بيدخل علينا بيها ديت لحالة لا، ان الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. التكنولوجيا دي اثرت معانا في الوقت، اثرت معانا في المجهود على الدكتور وعلى المريض طبعا، فلا بالتالي الموضوع لا بقى اسهل بكتير جدا. الفكرة ديت لا، اعتقد انها ملغية دلوقتي، او باكد انها ملغية كمان دلوقتي. بتجد صعوبة في انك توصل المعنى ده للمرضى؟ لا والله، بسهولة جدا جدا جدا. يعني الناس جاية فاهمة دلوقتي، الناس بقت مثقفة غير زمان. الناس بقت بتقرا، تخش على فيسبوك وتخش على يعني بقى على الانترنت وتسيرش وتعرف قبل ما بيجي، بيبقى المريض عارف هو عايز يعمل ايه، او على الاقل عنده فكره كبيره باللي هو عايز يعمله. طيب جاهز بقى، احنا عندنا بص بقى يعني زي ما بيقولوا زي مركز عندكم كده فروع كتير، عندنا برضو احنا فروع كتير. طبعا حضرتك هندخل الاول فقره اولانيه، وفيها في افلام كمان هسالك في الافلام. تمام. وفي عندي فوازير. تمام. تمام. بعد دكتور كريم هنسرح مع بعض ونروح في الاتجاه الاول في خواطر مهمه جدا، عالم الاسنان مثير بس في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ كان زمان ذهن الانسان مرتبط بانه زياره الدكتور الاسنان هي الم زائد معاناه، لكن التكنولوجيا دلوقتي لغت ده خالص، بقت الافضل والاسرع. فنقف قدام التكنولوجيا شويه. طبعا ابيض الكلام، طبعا 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 جدا ابيض الكلام. التكنولوجيا ديت تعالى نتكلم عن مجموعه حاجات فيها، زي مثلا انا بشوف من اكبر الطفرات اللي حصلت في مجال طب الاسنان الليزر مثلا نتكلم عنه شويه صغيرين. الليزر بنستخدمه في علاج مشاكل لسه كتير كانت بتستهلكنا في الوقت وفي المجهود للدكتور وللمريض، وكمان بتاخد فتره علاج طويله ان المكان الجروح بتاعتنا يلتئم. دلوقتي الليزر خف، سهل علينا الموضوع دوت. تمام. علاج الجذور دايما المعروف عنه ده، انا ابن خالتي جالي وعمل مش عارف علاج جذور وراح عند الدكتور 5 6 مرات وتعبان ومش عارف ايه. دلوقتي علاج الجذور بجهاز الروتري ده جهاز متطور جدا، بنقدر ناخد بيه قياسات للجذور ديت وممكن نخلص حشو العصب في جلسه واحده وبدون الم. فدي طبعا حاجه ما كانتش موجوده. جهاز الاشعه المقطعيه
ده طفرة رهيبة رهيبة في كل حاجة، بيستخدم في حاجات كتير جدا في طب الأسنان. ودي حاجة يعني ما نقلتنا من حتة لحتة تانية خالص. بيستخدم في إيه؟ ممكن يستخدم في علاج الجذور، بيستخدم في الزراعة، بنقدر نعمل منه اللي هو الدليل الجراحي اللي خلى موضوع الزراعة ده سيمبل جدا جدا، في أقل من 12 دقيقة بتقوم زراعتك في بقك بس. فلا طبعا التكنولوجيا أثرت كتير. دي مثال هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية، لكن أنا همسك أول حاجة طب تجميل الأسنان. تمام. طب تجميل الأسنان مش بس شكل، ده تعامل مع مشاكل وظيفية، مع مشاكل في نطق الحروف، في طبيعة الحروف وهي طالعة. تمام. ده مهم جدا مع الشكل. أبيض طبعا. أبيض طبعا. بص خلينا نتفق على حاجة يا دكتور. بعد إذن حضرتك نرتب بس موضوع تجميل الأسنان ده كمرحلة مهمة بس في الآخر. وكنتيجة لمرحلة التجميل دي بنحل معاها مشاكل النطق كمان. هشرح لحضرتك حاجة بسيطة لو تسمح لي. تمام. احنا عندنا دلوقتي المريض بيخش لك، اهم حاجة عنده، اهم حاجة بيعملها طبيب الاسنان الشاطر، التشخيص. لا غنى عن التشخيص. يلي التشخيص العمل الجماعي. يعني ايه عمل جماعي؟ يعني استاذن حضرتك لو نشوف صورة معانا. الصورة ديت يا فندم مريض جالي بالمنظر ده، سنانه راكبة فوق بعضيها. تمام. طبعا عنده مشكلة في النطق، عنده مشكلة في الاكل، عنده مشاكل في اسنانه بكتير. تمام. دخل دكتور الجراحة، في حاجات احتاجنا ان احنا نعدلها او نشيلها من مكانها. تمام. وفي حاجات تانية دخلنا بعديها لدكتور التركيبات. تمام. الدكتور التركيبات بدأ يعمل التحضيرات بتاعته على الاسنان ويعدل فيها بطريقة معينة، وبعدين خدنا الكلام ده كله ونقلناه لسرك. ده طفرة تانية في التكنولوجيا طبعا. عملنا التصميم بمساعدة طبعا ديزاينر معين بتوجيه من دكتور التركيبات اللي عنده الخبرة والمهارة طبعا. وصلنا بيها للحالة دي، اتنقلنا من الصورة اللي على الشمال للصورة اللي على اليمين. هل الراجل ده اتحلت مشاكله في النطق؟ اه طبعا اتحلت مشاكله في النطق. الراجل ده على فكرة كان يعني الصورة كمان يمكن مش واضحة قوي، كان ممكن يعدي الصبح ده ما بين الأسنان. لدرجة ان هو كان عنده مشكلة ان يعني الناس يعني بتتكلم عليه في قصة لسانه وحاجة زي كده، فدي كانت بالنسبة له عاملة له أزمة كبيرة. قدرنا نوصل طبعا بالتكنولوجيا ان احنا نقلنا من المرحلة دي. والعمل الجماعي حالة زي دي برضو العمل الجماعي فيها رقم واحد. ازاي؟ احنا عندنا مجموعة سنان فيها حاجات متكسرة، محتاجين دكتور علاج الجذور يخش يحل لنا المشاكل دي. حاجات محتاجة حشوات طبعا، في اماكن فاضية كمان تحت ورا اهو خالص، دي محتاجة الجراح بتاعنا يدخل يعمل الزراعة بتاعته مكانها، وبعد كده يخش دكتور التركيبات في المرحلة الأخيرة يجهز السنان بتاعته أو يحضرها بطريقة معينة، يتعمل لها ديزاين برضو زي ما قلنا من شوية، وبعدين ندي الأوردر لميلينج ماشين جهاز معين بيخرط السنان دي يطلعها لي بالمنظر ده. دي منظومة متكاملة. انتوا منظومة يعني انتوا عندكم في المركز كل واحد عارف دوره ايه. انت قلت كذا دور. انا لا اؤمن بدكتور الاسنان الكامل. دكتور اسنان بيعمل حاجه، بيعمل كل حاجه بنفسه طبعا غلط. انت الحاله الاولانيه دي التقويم عمل دور، التركيبات ده عمل دور، دخلت انت عملت دور. تمام. كل واحد عمل حاجه. تمام. طيب السؤال اللي جاي برضو هتكلم على تصميم الابتسامه. تمام. تصميم الابتسامه ليس عمليه سهله. عمل ده علم، وعلم دقيق، وعايز خطوات كبيره او عديده عشان اوصل للابتسامه الجيد. ابيض طبعا. طبعا. احكي لي بقى عن تصميم الابتسامه، لان في ناس بتستسهل. لا هو مش سهل خالص. بص هرجع واقول لحضرتك احنا اهم حاجه عندنا رقم واحد عندنا هي التشخيص الصحيح. التشخيص الصحيح يعني خطه علاجيه مظبوطه. تمام. ازاي الكلام ده مرتبط بالتصميم؟ احنا عندنا دلوقتي جالي المريض بتاعي او جالي حاله معينه عنده مشاكل، بيعاني من مشاكل جماليه، بيعاني من مشاكل في بقه، بيعاني من حاجات كتيره جدا. موضوع التصميم ده او المراحل بتاعته احنا في الاول بنشوف لو في حاجات محتاجه ان احنا نظبطها، بيبدا الفريق بتاعنا يدخل كلنا على حسب تخصصه طبعا. اللي محتاج علاج جذور بيتعمل، زراعه بتتعمل، سواء زراعه فوريه او زراعه هتتاخر شويه واللي هي ما بقتش بتتاخر زي زمان. تمام. زي ما احنا شايفين الصوره ديت بعد اذن حضرتك يا دكتور، دي صوره كان فيها محتاج حشوات وتاكل في السنان كتيره جدا 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 جدا، اتنقلت من الصوره اللي فوق للصوره اللي تحت. هضيف بس هنا هوت معلومه مهمه جدا او نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها في موضوع التصميم ده، مراعاه الجنس، هو ذكر ولا انثى، راجل ولا ست. ما ينفعش راجل اعمل له سنانه صغننه والزوايا بتاعتها راوندد او يعني مدوره شويه كده اهوت، لا الراجل بيبقى الزوايا بتاعت سنانه حاده. تمام. بس طبعا يعني مش شكل سنان تشيكلس طبعا، مش هنوصل بيها للمنظر ده. تمام. بيراعى فيها لون البشره،
يعني ما ينفعش حد بشرته تكون غامقه شويه واعمل له اسنان بتنور في الضلمه، دي طبعا برضو مش هنوصل بيها لحاجه كويسه، لا هيبقى شكل غريب. بنراعي فيها طبيعه العمل، ودي حاجه ممكن مش كل الناس تعرفها او تاخد بالها منها، بس لا طبيعه العمل لازم نراعيها. ما ينفعش واحد بيشتغل في مصنع نعمل له اسنانه زي واحد معرض للاضواء او نجم. الراجل المعرض للاضواء ده لازم سنانه تبقى ناصعه البياض جميله شكلها حلو جذابه، لازم حاجه زي كده. الراجل يشتغل في مصنع يشتغل مع عمال يشتغل مع بتاع ينفع تبقى اسنانه بيضه وجميله حتى يحيلوا عليه يعني. فطبعا طبيعه العمل بتراعي هي تبقى في كل الاحوال جميله، بس مش تبقى بيضه قوي زي مش بيضه قوي. في بياض طبيعي جميل تبقى نقيه ما فيهاش المشاكل اللي احنا شفناها من شويه. طيب السؤال القادم سؤال مهم جدا. تمام. الليزر هو من اكثر التكنولوجيات التي تحبونها انتم في عالم الاسنان. ابيض جدا 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 لسه بقول لحضرتك نفس الكلام لسه بقول لحضرتك بتعزوه جدا الليزر جدا 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 بيسهل علينا حاجات كتير جدا جدا جدا. في مشاكل كتير كنا بنواجهها حلولها بجراحات بالنسبه للمريض، او يعني هي بالنسبه للدكتور جراحه بيعملها، بالنسبه للمريض هي عمليه صعبه. يعني مثلا عندنا حاله بعد اذن حضرتك زي الحاله ديت، دي حاله ضحكه اللثويه، حاله مشهوره جدا ان هو سنان مثلا هنا عندنا شكلها معقول شكلها جميل مرصوصه رصه كويسه، ممكن يبقى لونها مصفر شويه بس انا شايف ان لونها طبيعي، يعني المريض بتاعي مش ما عندوش مشاكل معاها وعنده مشكله مع حاجه واحده بس، بيقول ان هو اول ما بيضحك الناس ما بتشوفش راس سنانه، هو مش بيشوف راس سنانه مش بيلاحظها، كل اللي بيلاحظه حاجه واحده بس حجم اللثة المهول اللي احنا شايفينه ده. الليزر خلاني بقدر اتعامل مع القصه دي في جلسه واحده وبسهوله جدا. ليه؟ الليزر وهو بيقطع معانا وبنرسم بيه شكل اللثة هو بيكوي في نفس الوقت، فبالتالي الم اقل بكتير، وقت اقل بكتير، هيلينج سريع يعني شفاء سريع جدا 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 للثة اللي احنا رسمناها من اول وجديد. مشكله ثانيه جدا الليزر لا اللي هي التصبغ اللثوي بالظبط من الخنين الشيشه والسجاير مشكله كارثيه يعني ناس كتير جدا بتعاني منها ولاد. وبرده عندنا اهو اسنان مرصوصه جميله كويسه بس اللثه والله العظيم مزعجه جدا. بعض واحد صديقي جدا يعني كاتب على الفيسبوك بيوت شعر في الشيشه عمال يتكلم عنها على انها يعني ايه، ودكتور صديقي راجل جميل جدا يا عم الحاج انت دكتور دمه خفيف فكتب كلام على الشيشه ضحكني، بس ويتكلم عنها معشوقته هشيشه يخرب عقلك شعر هيدفع الثمن غالي طبعا في اسنانه وفي صحته وحاجات كتير طبعا في حاجات كتير طبعا لا بس الليزر طبعا ساعدنا ان احنا نحل مشاكل كتير جدا. بس لو شرب تاني هيرجع لكم تاني. نعم لو شرب شيشه تاني هيرجع لكم تاني. طبعا ومكسب كويس يعني عادي ما تقول له تعالى يا باشا انا مش هقول لك لا حتى يعني الدكتور كريم برضو وانا بكلمت عم بسوي تمام المهم يجي احنا هنعمل له اللثة مش مشكله. طب هسالك يعني برضو سؤال الجاي ده عن النزيف. تمام. نزيف اللثة او حساسيه اللثة او لثة النزيفه من اكثر المشكلات التي تواجهكم فيها صعوبات اكيد، ولا يمكن عمل تجميل اثناء وجود نزيف اللثة؟ ابيض طبعا ابيض جدا طبعا. ايه بقى حكايه بيجي لي المريض بيقول لي يا دكتور انا عندي كارثه. ايه هي الكارثه؟ انا كل ما بغسل سناني بالفرشه او حتى المسها بصباعي بيبقى فيه نزيف رهيب جدا. طب وايه اسباب النظيف؟ ايه اسباب النزيف ده؟ ان هو مهمل في سنان قاعد مهمل ما يعرفش طريق فرشه السنان، ما يعرفش معناها ايه، ما يعرفش المعجون طريق، عمره ما عملها. النتيجه كانت ايه؟ او حتى ايفن ممكن يكون بيحافظ بس ما بيتعيش زي الصوره ديت، هي الالوان او البني الحاجات اللي على السنان دي كلها دي المفروض فراغات، هي ممليه بجير. الجير دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ترسبات بكتيريه اتجمعت على السنان. اللثه بتنزف ليه؟ بكتيريا يا فندم، بكتيريا يعني التهاب يعني بلاوي زرقاء اهو. كل دي حتى اللثه لونها مش طبيعي، لونها احمر غريب. قنابل جرثوميه كلها طبعا، قنابل جرثوميه، قنابل موقوته موجوده هنا اهوت. ده هيؤدي لايه؟ اللثه هتنحسر يعني هتكش اللثه تبعد عن مكان البكتيريا دوت. تمام. كذلك العظم اللي تحتها هيبدا يكش. يجي لي بعد كده يقول لي اصل السنان بتتلخلخ، شايف حضرتك المنظر؟ طبعا منظر فظيع جدا 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 جدا. ده قبل ما نعمل تنظيف او قبل ما نشيل الرواسب الجيريه ديت، وده بعد ما شلنا الرواسب الجيريه، منظر مختلف تماما. طبعا ده بالعلاج وبمطهرات وبحاجات زي كده اهوت، ان شاء الله اللثه بتاعته تتظبط كده. ولو احتاجنا تدخل فيها ليزر او حاجه ممكن نعمل حاجه زي كده بحيث ان احنا نرجع له شكل اللثه طبيعي. عظيم. هذهب معاك الى قضيه ثانيه مهمه، قضيه تركيبات المتحركه. دي قضيه، دي كارثه. ما هو هي القضيه انها عايزين نوضح للناس هل هي كارثه ولا لا. فسؤال التركيبات المتحركه اصبحت نادره الاستخدام نظرا لعديد مشاكل، ابيض ولا اسود ولا ابيض؟ طبعا ابيض.
طبعا استخدام التركيبات المتحركه دلوقتي بالنسبه لنا يكاد يكون كحاجه مؤقته او كمرحله مؤقته انتقاليه من حته لحته تانية خالص، لكن كاستخدام عملي ان انا اعيش بيها كل يوم لا طبعا، لا طبعا استخدام خاطئ. التركيبات المتحركه معلش هستفيض في الحته دي حاجه صغيره، انا بصراحه ما بحبهاش، انا عندي مشكله مع التركيبات المتحركه بتعفرطني. التركيبات المتحركه عندنا التركيبات المتحركه دي تعالى نقسمهم نوعين. واحد خالع مجموعه اسنان في اماكن متفرقه في بقه فوق تحت، تمام، بس في مجموعه اسنان طبيعيه موجوده بيتعمل له تركيبه متحركه وبيبقى منظرها كالاتي، عباره عن بلاستيك او اكريل على السنان المرصوصه في الاماكن الفاضيه ساند على اللثه وعلى العظم وماسك من قدام في السنان اللي قدامه او حتى في اللي وراه بايه؟ بمشابك، بمعنى كلمه مشابك، اسلاك ماسكه في الاسنان ديت. الاسلاك دي بتعمل ايه؟ مع كل حركه للاكل هو اللثه برضه حاجه سوفت تيشو، يعني نسيج طري مش نسيج ناشف، فمع المضغ مع الحاجات دي كلها احنا بنعمل الاكشن بتاع خلع السنان بس بالتصوير البطء بالبطيء، زي ما يكون عندنا مسمار في الحيطه بس بدل ما نشيله مره واحده احنا بنعمله كده على مدار سنه على مدار اتنين المسمار ده هيطلع في ايدينا بحركه بسيطه خالص. يبقى دي كارثه التركيبات المتحركه في الناس اللي عندهم فقد جزئي للاسنان. في حاله انه عنده فقد كلي للسنان، ما عندوش سنان نهائيا، تمام، اللي هي الاطقم او الحاجات ديت، انا شايف ان في بديل للاطقم دي او شايف في تعديلات ممكن نعملها على موضوع الطقم دوت. الطقم دوت مريح على اللثه ومريح على العظم، فبالتالي اللي بيحصل التهابات مستمره في اللثه زي ما قلنا هنا اهوت، زي مثلا عندنا حاله زي كده، الحاله ديت واحد ما عندوش سنان خالص، احتاجنا ان احنا نعمل له ايه؟ كان في عندنا حلين، الحل الاول ان احنا نعمل له الطقم اللي هو المتحرك اللي هو المريض بتاعه عمره ما بيبقى مرتاح او بيقعد فتره طويله عشان يرتاح بسبب التهابات اللثه وبيعملها، بالاضافه ان هو كل فتره بيجي لك يقول لك يا دكتور اصل الطقم بتاعي وسع عايزين نضيقه او نبطنه، فبناخده منه نعمل له تبطين. طبعا الكلام ده كان قديم جدا جدا، دلوقتي بقينا نقدر نحط زرعات زي كده ونحمل عليها الاطقم بتاعتنا، وبالتالي حته ان الطقم بيقع انتهت نهائيا، حته ان العظم بتاعي بيتاكل والطقم بتاعي بيوسع او بيتحرك انتهت نهائيا، الجزء بتاع ان احنا هنعمل طقم متحرك في حتى فقد جزء للاسنان لا انتهت نهائيا، في حلول تانية افضل من كده بكتير، لكن التركيبات المتحركه في المطلق هي كارثه. كارثه. السؤال القادم سؤال مهم جدا جدا، الفينير هذا السحر الرائع جدا و يعني كما تقولون الباور اوف فينيرز. انا لسه هستاذن حضرتك في الجمله دي، يعني ما الجمله دي حضرتك اول ما حضرتك قلت فينيرز يعني اخويا وصديقي دكتور كريم مكادي طبعا دي كلمته كلمته المعهوده باور اوف فينيرز، قوه الفينير وتاثيرها يا دكتور ايمن تعامل بسيطه خالص بنعمل بيها حاجه كبيره جدا. اتفضل. هي مهمه جدا لان احنا ملوك العالم في الفراغات، احنا مصر عندنا فراغات بين سنانهم بعضها تمام تحقيقا يعني بيساوينا في كده بتوع امريكا اللاتينيه يعني برضه بتوع امريكا اللاتينيه تحس ان سنانهم مش ولا بد مخاصمه بعض مخاصمه بعض زينا كده. احكي لي على الفينير والفراغات. ابيض طبعا ابيض طبعا 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 طبعا. قوه الفينيرز في ايه؟ قوه الفينيرز في تكمن ان هي حاجه بسيطه خالص صغيره جدا رقيقه جدا سمكتها لا تعدى 0.4 ملم اللي هو اقل من نص الشرطه الصغيره على المسطره، اقل منها بس بتحقق لي نتيجه كبيره. دي حاله عندنا فراغات كبيره هي ما بين السنان، كل سنه والتانيه فيها مسافه ما بينها، بحاجه بسيطه خالص او بشغل بسيط خالص قدرنا ان احنا نوصل للنتيجه اللي تحت دي. الشغل ده كان عباره عن ايه؟ حاجه بسيطه خالص، بننقل شكل السنان دوت على جهاز السيرك، بنحضر السنان تحضير خفيف خالص اللي هو تخشين للاسنان دي فقط لا غير، وبعدين بنعمل ديزاين للاسنان بتاعتنا ونرجع نلزقها للفينيرز بتاعتنا وبعدين نلزقها على الاسنان بتاعتنا قويه بما يكفي ان هو يقطم عليها طبعا جدا جدا جدا. حاله ثانيه هي عندنا شكل اسنان غريب شويه مسافات كبيره شكلها مش طبيعي، اتنقلنا بيها للمرحله اللي تحت، بس طبعا مش بالابيض ناصع، لون طبيعي جدا، اختيار المريض كان كده واللي يليق عليه كان كده، طبعا اخترنا له القصه ديت. لكن طبعا حاجه صغيره خالص وبسيطه جدا بتعمل نتيجه كبيره جدا 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 جدا. طيب بص بقى عندي افلام افلام الفيلم الاول اسمه ارض الخوف. ارض الخوف فيلم احمد زكي تمام رائع جدا تمام طبعا. هو ايه ارض الخوف اللي واضحه قوي في عالم الاسنان في كل منطقه؟ يعني مثلا انا هقول لك ارض الخوف في الزراعه، ايه اكتر حاجه بتخوف العيان في الزراعه جاي لك بيها؟ في الزراعه اكتر حاجه بتخوف العيان الالم.
انا سمعت عن الم فظيع جدا وحصل مش عارف ايه، والزرعيه دي هتفشل، والزرعيه دي هيحصل لها مش عارف ايه، وهقعد قد ايه عقبال ما ابقى كويس ومش عارف ايه. الكلام ده طبعا كلام كله غلط مش صحيح نهائيا. دلوقتي حضرتك بتدخلي العياده بتقعد على الكرسي 12 دقيقه، حضرتك ممكن تقوم من على الكرسي، وفي سنه تقدر انك تتعامل بيها شكلا ومضمونا، يعني تقدر تاكل عليها وتتعامل بيها. ليه؟ تكنولوجيا صناعه الزرعات بقى في سيرفيس تريتمنت بطريقه معينه لسطح الزرعه ديت، خلاها انها تحفز العظم يبني عليها بسرعه اكبر من الاول، والكلام ده في نو تايم وذاوت بين طبعا. وقت قليل جدا مفيش الم طبعا. مين ارض الزراعه، ارض الزراعه، ارض الخوف في التجميل؟ ارض الخوف في التجميل، واحد جاي يعمل تجميل عندك بس خايف من حاجه معينه. برضه هو نفس المشكلة اللي بنواجهها، أو هما مشكلتين شقين. الشق الأول إن هو خايف من اللي هيحصل، هو مش عارف أو مش متخيل هو هيوصل لإيه، وعايز يعمل سنانه بس دلوقتي بالسرك وبالديجيتال سمايل ديزاين اللي هو الـ 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 التصميم الديجيتال للأسنان، هو بيقدر يشوف سنانه هيبقى شكلها عامل إزاي من قبل ما يوصل لها. بالإضافة طبعا للوهم الأزلي عند المرضى كلهم، الألم. الالم والمعاناه، الالم في كل حاجه، الالم في التجميل، في خايف من الالم، في الزراعه خايف من الالم، في حشو الجذور، في علاج. انا هقول لحضرتك على حاجه صغيره، ارض الخوف بالنسبه للمريض هي مركز الاسنان، هي كله هو كله هو خايف. طيب تعالى، طب انا هاخدك معايا بقى مش لارض الخوف، لارض المحكمه. تمام. عشان هنحط ناس في قفص الاتهام ونشوف اذا كان متهم ولا جاني ولا بريء. جاني، متهم ام بريء؟ أنا هسألك السؤال الأول عن نوع التركيبة. من يقول أو الحوار عندما يدور على أن نوع التركيبة، النوع بتاع التركيبة هو أهم عامل في عوامل نجاح التركيبة؟ لا، هو أنا بشوف أن المقولة دي خاطئة. تمام. ده متهم أو متهم. ليه؟ هو أغفل حاجة مهمة جدا 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 جدا، وهي مهارة الطبيب. الطبيب هو المايسترو اللي بيدور الكلام ده كله، طبعا كل في تخصصه، كل حاجه في التخصص بتاعها. تمام. مش نوع التركيبه بس، هو نوع التركيبه انا ما اقدرش انكر ان هو حاجه مش مهمه، لا هو حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا 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 جدا، وخصوصا ان احنا كنا بنشوف حاجات يعني حاجه زي كده اللي في مهزله. دي تركيبه هي باينه جدا. يعني لا يعني لو واحد دي مش تركيبه، دي كارثه، دي كارثه، دي مصيبه، دي كارثه كارثه كارثه. يعني شايف حضرتك الفراغات اللي فوق ديت، يعني دي تحس ان العمل التركيبه اللي فوق ده يعني اكيد مش تبع اي حاجه. ما هو اغفل مهارته، هو هنا ما عندوش مهاره اصلا. مش هقول لك اغفل مهارته، هو ما عندوش مهاره هنا اصلا. التركيبه مش معموله بطريقه مظبوطه. المفروض التركيبه دي تتعمل انها تبقى مقفله كويس قوي على اللسه عشان ما يدخلش اكل ولا يدخل بكتيريا ولا يدخل الكلام ده كله. احنا كده الفراغ دوت بنقول على السنه اللي تحتيه مع السلامه خلاص. تفتكر مريض زي ده هيلحق بسرعه يقول لك انا عندي فراغ هنا؟ لا، هيقعد بيها فتره طويله ودافع فلوس، هيقعد بيها فتره طويله بعد ما الكارثه تكون حصلت. برضو السؤال الثاني سؤال خطير جدا في زراعة الأسنان. من يرفض زراعة أو من يتجنب زراعة الأسنان لمريض سكر؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو أنا جاني. بحب، أنا بعتبره جاني. بس أنا هو دلوقتي عمل غلطة كبيرة جدا. هو مريض السكر هو قرر أنه يحكم عليه بأن هو مش هيبقى عنده اسنان تعويضيه او مش هيعوض له اسنانه المفقوده لمجرد ان هو مريض سكر. لا طبعا، مريض السكر بينقسم لشقين. واحد السكر بتاعه كنترول، حضرتك طبعا تفيدنا اكتر بحاجه زي كده. والتاني مش كنترول. لو السكر بتاعي كنترول متظبط، المريض مظبط السكر بتاعه، ما بيجيبش 400، ما بيجيبش الكلام ده، لا طبعا نقدر. واللي ساعدنا في الكلام ده برده انواع الزرعات اللي بنستخدمها، حاجات زي كده. الزرعات دي زرعه، ده مريض سكر جالنا وعملنا له الجراحه دي، طبعا كان بمساعده الليزر. الليزر بيساعدنا ان احنا نفتح حتى حته صغيره خالص عشان حتى يبقى مينيمال انفيزيف، يعني يبقى الضرر اللي حصل للسه او حاجه في اقل حاجه ليه، اللي هو فتحه بس صغيره مكان الزرعيه بتاعتنا. لكن لو السكر بتاعه متظبط طبعا نعمل له زرعيه. السكر بتاعه معدي 400 و500، هو مش مهتم. هو كارثته كمان مش في ان احنا هنزرع له او ان احنا هنعمل له اسنانه او هنعالجها له، هنحط له زرعات كده. هو كارثته اكبر في جسمه اللي بيتدمر ان هو مش مظبط السكر بتاعه. من يلجا لاستخدام منتجات خاصه بتبييض الاسنان؟ جاني طبعا. عبر ده جاني قوي جدا، عبر الفيسبوك والانترنت. ده مفتري. بس قال له ولا هم ما اعرفش ما بيبعتوليش على الفيسبوك بتاعي باين بيتجنبوني. قال له اول افتح الفيسبوك الاقيه كل من كل
10 اصدقاء بس، واحد بقى شير طريقه بتاع اتصل الان تصل. ما هو قال له مش عشان خاطر الطريقه دي ما بقتش موجوده، عشان خاطر دي بقت ثقافه موجوده ما بين الناس دلوقتي، ودي كارثه كبيره جدا جدا. تبييض الاسنان باستخدام المستحضرات اللي بره ديت، يا اما ميه نار بتاكل الطبقه اللي بتغلف السنان تمام، طبقه المينا، يا اما بتبقى معجين الاسنان التبييضيه اللي بيعلنوا عنها او اللي موجوده ديت، دي كلها بيبقى فيها بارتكلز، جزيئات صغننه حبيبات زي الرمل. حضرتك حتى لو مسكتها كده هتحس بيها كده. بتشتغل ازاي؟ زي الصنفره بالظبط. يعني اللي عايز او اللي كان خايف ان اسنانه لونها اصفر فهو عايز يفتحها وفعلا افتحت، هو خلى سطح الاسنان خشن، شال الطبقه الحاميه للسنان ديت، فبدل ما اسنانه هتلون بعد سنه لا هي هتلون بعد شهرين، عشان خاطر هو بهدلها خالص، شال الطبقه اللي بتحمي السنان من التصبغ. السؤال الجاي ده مهم قوي. من يروج انه القشره التجميليه مش بيروج، يعني بيتعامل مع القشره التجميليه ده الحل لكل حاجه، كل الناس اللي جايه قشره تجميليه كله في اي حاجه. بص هقول لحضرتك حاجه، احنا ما نقدرش، ده جاني، لان القشره التجميليه اكيد مش هتعالج لنا كل المشاكل. القشره التجميليه بتعالج مشاكل كتير جدا 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 جدا، سواء في تجميل الاسنان، سواء في عندنا سنه مكسوره بس كسر صغير تمام، نقدر ان احنا نطولها او نكملها بالفينيرز. لو بس تعالى نتكلم في حته تانية، لو عندنا سنه او ضرس فيه مكسر كبير جدا، ده هنقدر نعمله ان احنا نقدر نعمله فينيرز؟ لا مش هنقدر طبعا نعوضها بالمنظر ده، صعبه جدا جدا. حاله زي دي مثلا، حاجه زي كده، حاله زي دي سهله، دي ممكن نقدر ان احنا نعملها بالفينيرز، لان الكسر فيها معقول يعني او صغير مش حاجه كبيره، لكن عندنا ضرس مثلا ورا مكسور كسر كبير، هنعوضه ازاي بفينير؟ هركب له برضه قشره من بره؟ لا طبعا، ده طبعا بنضطر ندخل التركيبات الثابته او الطربوش في الجزء. طيب في الافلام بقى، متى تتحول الى الرجل الاخضر؟ ايه اللي يخليك تغضب جدا وتتحول الى الرجل الاخضر؟ طيب نرفز لو تديني من وقتك دقيقه يا دكتور طب. احكي لحضرتك قصه صغيره حولتك لرجل الاخضر. لا ده نرفزتني جدا فوق الخيال، يعني انا نرفزتني جدا. جات لي ست طيبه كده، وست كبيره طيبه، جايه لي بتقول لي دكتور ده انا عامله الطقم ده، بص بقى له 10 سنين بس هو مشكلته دلوقتي ان هو بقى تعبني. قعدت اول ما فتحت بقها شميت ريحه غير طبيعيه تمام، بعديها بشويه ببص لقيت الطقم ده بيلعب بس في حاجه ماسكاه. بدات ادور هو ايه اللي ماسكه، ده طقم، طقم هي ما عندهاش سنان، ده طقم اللثه طبعا منتفخه جدا وورمه جدا وفي صديد بيطلع من تحت الطقم، منظر صعب جدا 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 جدا. ايه اللي ماسكه؟ دكتور ايا كان بقى دكتور او ايه انا مش عارف، اقنعها انها تعمل الطقم ده، وعندها درسين اخرين ورا درسين العقل، وثبت الطقم ده في الدرسين دول لمده 10 سنين، الطقم ما بيتشالش. منظر يعني حضرتك لا تتخيله المنظر عامل ازاي. يوميها انا فعلا تحولت الرجل الاخضر، وكنت متنرفز جدا 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 جدا. انا مش متنرفز عليها، ست غلبانه هي راحت لدكتور المفروض ان هو يعمل لها الصح، لكن هو عمل الكارثه دي وقعدت بيها 10 سنين. 10 سنين يا دكتور ايمن. في عالم الاسنان ساعات اللي يعني حاجة الغلط تكون يعني فيها حاجة أشبه، عارفين يا جماعة لما أنت تعمل كارثة تدمر ما حاجة من تدمر بق إنسان وصحة إنسان بلا أدنى سبب بلا أدنى تفكير، هي كده ممكن يحصل حاجة زي كده. على فكرة بكل بساطة جات لك الحالة دي مش عارف، قول مش عارف، خليها تروح لمكان تقدر إن هي تعمل فيه الكلام ده. هي لفت ودارت بعد 10 سنين وبعد القنابل اللي هو عاملها في بقها دي كلها والكوارث دي وجات لنا. لا حول ولا قوة. تعالى نروح للوهم بقى. أنا بص دخلت معاه دلوقتي وشفت ست والله نفسها أنا ما شفتهاش يعني، بس هو يعني من كتر ما حكاها انا صابت عليا جدا جدا، ده انا همسكه وانا اللي اتحول. هي ضحيه، هي ضحيه. تعال نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ اسئله بقى سريعه واجابات سريعه. تمام حلو كده. زراعه الاسنان هي الاحدث لي، هي افضل طريقه لتعويض الاسنان المفقوده طبعا. طبعا طبعا طبعا، يعني ما فيش اي حاجه احسن من لا طبعا. هي فشل الزراعه يحدث عندما لا اعمل اشعه مقطعيه. طبعا اكيد. الزراعه، الاشعه المقطعيه بالنسبه لي في الزراعه هي عيني جوه بق المريض، جوه فكه، جوه عظمه. الاشعه المقطعيه دي بصور المكان اللي انا هحط فيه الزرعيه بتاعتي وبقطعه لترانشات، شرايح رفيعه خالص. الاشعه المقطعيه بتقول لي كل شريحه من دول طول العظم فيها قد ايه، ارتفاعه،
سمكه العظم قد ايه زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، انسب مكان ان انا احط فيه الزرعيه ايه بعيد عن الفايتال اورجن زي ايه مثلا، يعني زي عصب رئيسي ماشي، زي جيب انفي، اتجنب الكلام ده كله. بيقول لي حط الزرعيه بتاعتك في المكان ده بالمقاس الفلاني، وخلينا في الحته دي، دي سيف ودي كويسه ودي هتوصلنا للنتيجه الممتازه. الاحسن من ده كمان ان احنا بقينا ممكن نربط الاشعه المقطعيه ديت بجهاز السرك عشان خاطر حتى نعمل بري ديزايننج، ان احنا بنعمل ديزاين للسنه دي تجميليا قبل ما نحط الزرعه بتاعتها. الزرعه تفيد جدا انها تمنع ضمور العظم تحتيها. حقيقي طبعا، حقيقي طبعا، يقين. جدا 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 يقين طبعا جدا 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 جدا. الزرعه دي بتحل محل جذور الاسنان. هو احنا العظم بتاعنا ده طول ما اسناننا موجوده كلها متحافظ عليه، هو ربنا خلقنا كده ان الجذور دي طول ما هي موجوده في العظم هي بتحافظ على الفجر بتاعه، على شكله، على ارتفاعه، ابعاده، عرضه، طوله. مجرد ما احنا شلنا السنه بتاعتنا، لا طبعا بتبدا العظم ان هو يكش زي ما احنا شايفين كده، وده اللي بيظهر مراحل العجز اللي احنا بنشوفها، ان الوش يطبق لجوه. ليه؟ العظم بكل بساطه هو اللي شادد الجلد والعضلات بتاعه الوش دي، هو اللي مدينا الشكل بتاعنا. شلنا الكلام ده او اتغير شكله او ملامحه، طبعا يبدا الوش يدخل لجوه من قدام هنا، ويبدا الشفه اللي تحت ترجع لورا يظهر مظهر. لازم اسيب فتره زمنيه بين الغرسه والتركيبه النهائيه، او الزرعه يعني بدايتها والتركيبه النهائيه اللي فوق الزرعه. لا ده الكلام ده مش مظبوط خالص، الكلام ده قديم شويه. انا قلت لحضرتك احنا بنتعامل دلوقتي مع زرعات، احنا نقدر ان احنا نحط الزرعه والسنه اللي فوقيها في خلال 12 دقيقه، وتخرج بالسنه دي فول فانكشن. حضرتك بتتكلم بيها شكلها جميل جدا جدا جدا، وتقدر تاكل عليها كمان بسبب زي ما قلنا معالجه السطح اللي عليها. عندي بقى فزوره ليك. اتفضل. هي حكايه مش فزوره، حكايه في صوره فزوره يعني. تمام. مكان واسع. حلو. في لبس كتير، في حاجات حلوه كتير. تمام. في محلات كتير. تمام. وانت ماشي او انا ماشي، انا واي حد يهمني، فجاه حد يستوقفني يقول لي تعالى هعمل لك حاجه ببلاش، ببلاش جوه المكان الكبير الواسع الخطير المسيء، حاجه تبدو لطيفه جدا يعني. اقصد بيها ايه؟ شوف انا سهلت. لا هو الحاجه قلته ده هي حاجه كارثيه مش لطيفه. ايوه ده هو اللي انا قلته بقى، الفزوره. تجيب الاسنان في المنام. ايوه برافو عليك. يا لا بقت موضه. برافو عليك. بقت موضه يا دكتور. شوف انا مشبهتها بمكان خطير وثير نفير مثير، والناس بتبقى ماشيه فيه لا بيها ولا عليها. وفجاه يطلع لك واحد قصير بكير من تحت الارض كده يقول لك تعالى يا معلم اعمل لك تبييض. انا بشوف الموضوع ده كارثه بكل المقاييس لسبب صغير. رقم واحد، فين الانفكشن كنترول؟ اها. انفكشن كنترول اللي هو مكافحه عدوى. احنا دلوقتي قام واحد كان بيعمل تبييض من ابو بلاش، قعد مكان واحد بيعمل تبييض تاني من ابو بلاش. لازم اقول لك الشيء. اتفضل. لازم اقوله لك. انت بتقولي فين الانفكشن كنترول؟ في اكيد في محل من المحلات، مش عايز اقول لك محل ملابس ايه، بس اكيد في محل اقول لك ايه بس. الانفكشن كنترول ده احنا عايشين في مول مول كله اه طبعا. لا وكل اللي معدي واللي رايح وجاي ايه ده ببلاش يلا نخش. ابو بلاش كتر منه. واحد قعد واحد، قوم واحد قعد واحد. بالاضافه هم ايه الماتيريال اللي بيستخدموها دي؟ يعني هم ايه اللي ايه الماتيريال اللي بيستخدموها دي؟ ما اكيد ميه نار. مش يعني مش حاجه غير كده، اكيد مليون في الميه ميه نار. بس الناس مبسوطه. ده المضحك. انا مبسوط اكتر ان عارف النهارده عملت معاك كونفرسيشن رائع جدا جدا حقيقة. والحقيقه يعني دايما مكادي كلينك بيقدم لنا شيء متميز من العمل الجماعي. انتوا بتثبتوا النهارده العمل الجماعي، وانا فعلا مبسوط قوي من ظهور هذا العمل الجماعي على الشاشه نفسها. ربنا يكرمك. يعني ضيف عزيز عليا جدا، وطبعا دكتور كريم مدحت بكاريزمته المتميزه. واضح ان انتوا كلكم كاريزما. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. نورتنا واسعدتنا. اتشرفت بحضرتك وانا سعدت بحضرتك. حافظوا على نفسيكم، وما تروحش حته حتى يضحك عليك ويقول لك تعالى ده الانفكشن كنترول جوه. خليكم دايما بعيد عن الحاجات دي، وخليكم مع الناس الحلوه.